بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مدرسة أنجيل الصفوة الأهلية الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله نأخذ اليوم الأسلوب اللغوي، وهو طبعا من الدروس الهامة جدا، اللي هو التوكيد بكل وجميع. أول سؤال عندي: أصوغ عبارات على غرار النموذج المعطى مع ضبط أسلوب التوكيد. أول شيء التوكيد بكل، يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة. تمام، يبقى أنا هصوغ على نفس النموذج المعطى اللي هو يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة. طبعا لازم نوضح ما المقصود بكل وجميع. كل وجميع هي أداة توكيد. معنى توكيد أي تثبيت المعنى في نفس السامع، يعني أنا بأكد المعلومة. يتصف المخترعون كلهم، يبقى أنا أكدت إن المخترعون كلهم يتصفوا بقوة الإيه؟ الإرادة. تمام؟ كمان كل وجميع تفيد الإحاطة والشمول. أنا برضو شملت جميع المخترعون، كل المخترعون بقوة الإرادة. تمام؟ يبقى دلوقتي كل وجميع بإمتى بنستخدمهم؟ لما نعوز نأكد جملة، نستخدم كل وإيه؟ وجميع. طبعا زي ما هنعرف من المثال: تمتاز المخترعات المنزلية. عايز أكدها، أحط كلها، كلها بسهولة الاستخدام. تمام. أشجار الحديقة، عايز برضه أحط كلها مثمرة. لاحظنا إيه؟ لاحظنا إن إحنا بنحط بنضع ضمير. يبقى من الشروط اللي عندنا في استخدام كل وجميع إن إحنا نضع معها ضمير، ما بنستخدمهاش لوحدها. يبقى لما نعوز نأكد جملة بنستخدم كل وجميع مع الضمير. طيب عايزين نجيب جملة من عندنا: التلاميذ كلهم مجتهدون. التلاميذ كلهم مجتهدون. التوكيد بجميع، نفس اللي عملناه في كل هنعمله في جميع. يتصف المخترعون جميعهم بإيه؟ بقوة الإرادة. جميل، برضو جميع تفيد الإحاطة والشمول. اللي أنا وصفت المخترعون جميعهم، أهي أحط وشملت المخترعون بقوة الإيه؟ الإرادة. تمتاز المخترعات المنزلية، عايز أقول جميعها بسهولة الاستخدام. لاحظ إن إحنا وضعنا مع جميع ضمير عائد على المؤكد اللي قبلها. أشجار الحديقة جميعها مثمرة. نجيب مثال من عندنا: التلاميذ جميعهم مجتهدون. ممتاز. أضع في الفراغ مما يأتي الكلمة المناسبة، كلها أو جميعها. حفظت الصورة، هقول كلها أو جميعها، مفيش مشكلة. غسلت الفواكه جميعها، يبقى هنا كلها جميعها قبل إعداد مائدة الطعام. طب إيه فايدة إن أنا حطيت كلها وجميعها؟ اللي أنا أكدت إن أنا غسلت الفواكه كلها، ما سبتش واحدة ولا اتنين، لا ده أنا غسلتها كلها أو جميعها، ما سبتش ولا واحدة. يبقى فايدة اللي أنا حطيت كلمة كلها وجميعها إن أنا ما سبتش أي شيء، حفظت الصورة كلها، ما تبقتش
سطر أو جزء أو آية. تمام؟ طيب أستخدم أسلوب التوكيد بكل أو جميع للتعبير عن كراهية الأخلاق السيئة عند الناس. كراهية الأخلاق السيئة عند الناس، يبقى هقول إيه؟ الأخلاق السيئة كلها مكروهة عند الناس. يبقى الأخلاق السيئة نمرة 2، براعة المهندسين في تصميم المباني. المهندسون كلهم بارعون في تصميم المبنى. جمال اللوحات الفنية في المعرض. هقول إيه؟ اللوحات الفنية المعروضة كلها جميلة، أو اللوحات الفنية في المعرض كلها جميلة. تمام؟ معنى التوكيد، إيه هو معنى التوكيد؟ هو لفظ يقصد به تثبيت المعنى في ذهن السامع. أنا عايز أكد المعلومة اللي أنا غسلت الفواكه كلها، ما سبتش ولا واحدة، أو حفظت الصورة جميعها، يعني ما سبتش. ألفاظ التوكيد كل أو جميع. أستنتج، ماذا نستنتج؟ أن التوكيد بكل وجميع يفيد الإحاطة والشمول، زي ما قلنا أكلت الفواكه كلها، أحط الفواكه كلها اللي أنا ما سبتش ولا واحدة، يبقى إحاطة وشمول. كان أسلوب التوكيد المؤكد اللي هو اللي قبل كل أو جميع، هو ده اللي أنا بأكده، وأحد ألفاظ التوكيد ومنها كل وجميع. ضمير يعود على المؤكد، ما ينفعش كل وجميع لوحدها، لازم ضمير يعود على المؤكد اللي احنا بنأكده اللي قبلها. تمام؟ كله أو جميعهم أو كلها أو جميعها وهكذا. تمام؟ وبكده نكون انتهينا من الأسلوب اللغوي، وإن شاء الله الحصة القادمة مع درس جديد، وشكرا.